السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، طلاب الصف السادس الابتدائي، هنتكلم مع بعض النهاردة إن شاء الله في مادة الرياضيات الوحدة الأولى الدرس الثالث بعنوان جمع وطرح الأعداد الصحيحة. بداية كده تعالوا نشوف، يقول لي أولا جمع الأعداد الصحيحة وإمكانية الجمع في صف. أولا كده كتب لي أوجد ناتج ما يأتي 4 + 3. زي ما احنا شايفين قدامنا، هو اول حاجة رسمها خط الاعداد. ثانيا طالع عندي بسهم بداية من الصفر، طيب، وبدأ يمشي 4 وحدات لحد ما وصل لحد الاربعة، تمام. طيب هو دلوقتي عند الاربعة، هو انا 4 + كام؟ + 3، يبقى همشي بعدها كمان 3 وحدات لحد ما وصلت الى السبعة. يبقى الملحوظة اللي طالع بيها بيقول جمع عددين صحيحين موجبين بيساوي عددا صحيحا موجبا. ثانيا قال لي جمع عددين صحيحين سالبين. لو بصيت للمثال اللي قدامي هلاقي ان هو كاتب لي -2 + -4. جميل، هو طلع عندي من عند الصفر، حلو، وراح للـ -2. هيتحرك بعد كده كام وحده؟ 4 وحدات بس في الاتجاه السالب. لقيت ان هو عندي استقر عند -6. طيب ايه الملحوظه اللي احنا هنطلع بيها من هنا؟ ان جمع عددين صحيحين سالبين هيساوي عددا صحيحا سالبا. لو جينا بصينا كده هيقول لي جمع عددين احدهما موجب والاخر سالب. جميل، المثال دلوقتي بيقول لي 4 + -7. طيب هو طلع من الصفر راح للاربعه، انا همشي 7 وحدات بس في الاتجاه الايه؟ السالب. فلما مشيت 7 وحدات في الاتجاه السالب لقيت ان انا وصلت عندي لحد -3. جميل، يبقى 4 + -7 يساوي كام؟ -3. طيب ايه الملحوظه اللي انا طلعت بيها؟ حاصل جمع عددين صحيحين احدهما موجب والاخر سالب يساوي عددا صحيحا، قد يكون موجبا او سالبا او صفر. جميل، تعالوا كده نبص مع بعض على خواص عمليه الجمع في صوت. رقم 1 قايل لي خاصيه الانغلاق، قال لي عمليه الجمع ممكنه دائما في صوت. بمعنى ايه؟ ان انا لو عندي مجموعة أعداد صحيحة مغلقة تحت عملية الجمع. طب يعني إيه مغلقة وتحت عملية الجمع؟ يعني إن ناتج جمع أي عددين صحيحين، يعني مثلا زي الـ2 والـ3، الـ2 ده عدد صحيح والـ3 ده عدد صحيح، هيبقى الناتج كام؟ 5، اللي هو كمان عدد صحيح. طب تعالى كده نبص على المثال، قايل لي -3 بتنتمي لصوت والـ2 بتنتمي لصوت، ولو جمعت -3 و -2 هيساوي -5، اللي هي اصلا بتنتمي لمين؟ لمجموعه الاعداد الصحيحه اللي هي متقسمه لايه؟ صاد موجب وصاد سالب والصفر. طيب -5 هنا بتنتمي لصاد ايه؟ الصاد السالب. يبقى فعلا انا لو جمعت عددين صحيحين هيبقى الناتج بتاعي عدد صحيح. طيب لو بصينا كده للخاصيه رقم 2 معايا هلاقي ان اسمها خاصيه الابدال. عمليه جمع اي عددين صحيحين هي عمليه ابداليه. يعني ايه الكلام اللي هو بيقوله؟ لو بصينا للمثال اللي هو كاتبه قايل لي 6 + -5 بتساوي 1، وسالب 5 + 6 هتساوي 1، انا لقيت ان الناتجين هما نفس الناتج، معنى كده ان انا حتى لو بدلت هيديني نفس الناتج. رقم 3 بيقول لي خاصيه الدمج. المثال اللي هو كاتبه لي قايل لي الجمع 3 اعداد صحيحه زي -5 و7 و2. اول حاجه كاتب لي 2 + 7 و -5 في قوس، كاتب لي الـ7 و الـ5 في قوس لوحده. رقم 2 كاتب لي الـ7 و2 في قوس والـ5 لوحدها. ايه ده، طلعوا نفس الناتج، يبقى فعلا عمليه الجمع دامجه في صوت. وقايل لي المحايد الجمعي. طيب احنا عارفين ان الصفر هو المحايد الجمعي في مجموعه الاعداد الطبيعيه، قال لي كمان ان الجمع في مجموعه الاعداد الصحيحه، يعني انا لو قلت 0 + 4 هدينا الناتج 4، وسالب 5 + 0 ادانا -5. طيب يلا بينا على الخاصيه رقم 5 اللي هي المعكوس الجمع. قال لي على خط الاعداد لكل عدد صحيح موجب يقابله عدد صحيح سالب، بحيث ان انا لو جمعتهم هيبقى الناتج 0. زي المثال اللي قدامي، هو قال لي 5 + -5 بيساوي 0. طيب في ملحوظه لازم ابقى عارفها كويس جدا. طيب بتقول ايه الملحوظة؟ قال لي ان المعكوس الجمعي للعدد 0 هو 0. طب ليه؟ قال لي لان 0 + 0 بيساوي 0.
طيب يلا كده سريعا نقول خواص الجمع، يبقى 1 الانغلاق، 2 الابدال، 3 الدمج، 4 المحايد الجمعي، 5 واخيرا المعكوس الجمعي. طيب بيقول لي باستخدام خواص عملية الجمع في صاد لإيجاد ناتج مائل، قايل لي المثال سالب 54 زائد 37 زائد 54، بيقول لي ده مع ذكر إيه الخاصية المستخدمة. أولاً كاتب لي سالب 54 زائد 37 زائد 54 هتساوي سالب 54 زائد 54 زائد 37، كده هو هنا استخدم إيه؟ الإبدال. رقم 2 حط لي سالب 54 زائد 54 في قوس زائد 37، كده استخدم لي الدمج. طيب سالب 54 زائد 54 بايه؟ بصفر. زائد ال 37، كده هو هنا استخدم المعكوس الجمعي. طيب صفر زائد 37 37، ودي خاصيه ايه؟ المحايد الجمعي. طيب هو الناتج هنا بينتمي لمين؟ للصاد، وتبقى دي كمان خاصيه ايه؟ الانغلاق. يلا بينا نشوف مع بعض كده سؤال المتفوقين بيقول لي ايه. بيقول لي اذا كانت ا بتساوي 7 وب بتساوي سالب 2 والجيم بتساوي سالب 5، احسب قيمة كل مما يلي. اولا عايز ا ناقص، وحطيت لي ال ب زائد الجيم في قوس، رقم ب كاتب لي ا زائد ب ناقص جيم، رقم جيم كاتب لي جيم ناقص ب ناقص ا، وحطيت لي ال ب والالف في قوس، رقم د ب زائد جيم ناقص سالب ا.